أقصر 10 حروب في التاريخ. الحرب الإنجليزية الزنجبارية 1896. في هذه الحرب هزمت البحرية الملكية البريطانية سلطان زنجبار خلال 38 دقيقة في 27 أغسطس 1896، لتعتبر بذلك أقصر الحروب في التاريخ. واندلعت الحرب بعد وفاة السلطان حمد بن ثويني البوسعيدي الموالي للبريطانيين في 25 أغسطس 1896، إذ استولى ابن عمه وصهره خالد بن زرغش على الحكم، وهو الأمر الذي اعتبره البريطانيون تمردا عليهم. وتكبدت قوات السلطان نحو 500 شخص ما بين قتيل وجريح، ولم يخسر البريطانيون سوى جريحا واحدا من البحارة. حرب كرة القدم بين السلفادور وهندوراس 1969، تعرف أيضا بحرب 100 ساعة، واندلعت بين الدولتين عقب أعمال شغب وقعت بين فريق البلدين لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل 100 شخص، وذلك عقب مباراة جمعتهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ل 1970، حيث فازت السلفادور 3-2 في الوقت الإضافي للمباراة. وبدأت الحرب في 14 يوليو عند شن الجيش السلفادوري هجوما ضد هندوراس، استمر لمدة 100 ساعة إطلاق النار في 20 يوليو من العام ذاته. ويعتقد الكثيرون أن الحرب اقتصادية في المقام الأول، وتتعلق في الأساسيات بالقضايا المتعلقة بالهجرة من السلفادور إلى هندوراس. حرب 1967 تعتبر ثالث حرب ضمن الصراع العربي الإسرائيلي، واندلعت خلالها الاشتباكات بين كل من مصر وسوريا والأردن في الفترة من 5 إلى 10 يونيو من العام ذاته، وأسفرت عن احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس القديمة وهضبة الجولان السورية. الحرب الروسية الجورجية 2008، استمرت الحرب لمدة 6 أيام من 8 إلى 14 أغسطس، ويطلق عليها أيضا حرب أوسيتيا الجنوبية، وبدأت بهجوم عسكري من جورجيا على مقاطعتي جنوب أوسيتيا وأبخازيا. وبعدها قامت القوات الروسية بهجوم مضاد سريع على جورجيا استولت فيه على المقاطعتين ومقر برلمان أوسيتيا. حرب الاستقلال السلوفينية 1991، استمرت الحرب لمدة 10 أيام من 27 يونيو إلى 7 يوليو 1991، ثم أعلنت سلوفينيا استقلالها عن جمهورية يوغوسلافيا، وانتهت الحرب بتوقيع اتفاق بروني. وبدأت التوترات العرقية والدينية والاقتصادية في يوغوسلافيا في الظهور بعد وفاة رئيسها جوزيف تيتو في 1980، وكانت يوغوسلافيا مكونة من 6 جمهوريات وإقليمين تحت الحكم الذاتي، من بينهم جمهورية صربيا التي كانت تسيطر على الحكومة الفيدرالية والجيش وسعت لإثار النعرة العرقية، ما دفع جمهوريتي سلوفاكيا وكرواتيا إلى إعلان استقلالهما في 25 يونيو 1991. حرب الكلب الضال بين اليونان وبلغاريا 1952، يطلق عليها أيضا حادثة بيتريتش، واستمرت 11 يوما بين البلدين من 19 إلى 29 أكتوبر 1952، وبدأت الحرب بغزو يوناني قصير لبلغاريا بالقرب من بلدة بيتريتش الحدودية بسبب مشكلات الأقليات. وهناك روايات بشأن اندلاع هذه الحرب وتسميتها. فالرواية الأولى تقول أن جندي يونانيا ركض وراءه كلب الذي ضل طريقه عبر حدود اليونان مع بلغاريا، فما كان من أحد حرس الحدود البلغارية إلا أن أطلق النار على الجندي اليوناني، لذا أطلقت عليه حرب الكلب الضال. أما الرواية الثانية فترجع سبب الحرب إلى انتهاك الجنود البلغاريين للحدود اليونانية ومهاجمتهم لموقع يوناني في مدينة بيلاسيتسا وقتل نقيب يوناني وخفير، وفقا لما ذكرته بعض الصحف حينها. الحرب الهندية الباكستانية 1971، استمرت الحرب بين الدولتين 13 يوما، وترجع بعض المصادر بداية الحرب إلى عملية تنشيز خان، وهي الضربة الباكستانية الاستباقية في 3 ديسمبر 1971 على 11 قاعدة جوية هندية. وانتهت الحرب بعد توقيع قادة الجبهة الشرقية للقوات المسلحة الباكستانية على وثيقة الاستسلام، وتبعها انفصال باكستان الشرقية عن بنغلاديش المستقلة. وتشير التقديرات إلى مقتل ما بين 2 إلى 3 ملايين مدني في بنغلاديش، واغتصاب القوات المسلحة الباكستانية لنحو 400 ألف امرأة.
الحرب الصربية البلغارية 1885، وانتهت بتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين في بوخارست في رومانيا. وبسبب الحرب اعترفت الدول الأوروبية بوحدة بلغاريا في 18 سبتمبر 1885، وسقط في هذه الحرب أكثر من 1800 مقاتل غالبيتهم من الجانب البلغاري. غزو النورمان لإنجلترا 1066. استمرت الحرب 17 يوما، وبدأ غزو النورمان لإنجلترا في 28 سبتمبر 1066 بقيادة ويليامز الأول دوق نورماندي لإنجلترا، وانتصاره على ملكها هارولد غودوينسون في معركة هاستنجز في 14 أكتوبر من العام ذاته. وبحلول العام 1071 سيطر ويليامز على معظم إنجلترا رغم وجود بعض المقاومة والتمردات التي استمرت حتى 1088. وبعد هذا الغزو حدثا محوريا في تاريخ إنجلترا، إذ نتج عنه استبدال الأسرة المالكة بأخرى أجنبية ناطقة بالفرنسية، ما أحدث تحولا في اللغة والثقافة الإنجليزية، ليبدأ عصر إنجلترا النورمانية. الحرب الجورجية الأرمنية 1918. حرب حدودية نشبت في 1918 بين جورجيا وأرمينيا على الأجزاء المتنازع عليها في مقاطعات لوري وجافاخيتي وبورشالو، واستمرت لمدة 24 يوماً.